وخلال استضافته في نشرة سابقة، أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين حققت العديد من المنجزات في مجالات حقوق الإنسان، وهو ما أهلها لاكتساب ثقة دولية كبيرة من خلال انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان 3 مرات. في مثل هذه اليوم نستذكر العديد من الإنجازات التي مملكة البحرين حققتها على صعيد تعزيز التزام بحقوق الإنسان، تنطلق من الدستور الذي أكد على أن الأسرة هي نواة المجتمع وأكد على حمايتها وتقوية أواصرها، ثم ميثاق العمل الوطني الذي أشاد في كثير من أجزائه بضرورة حماية الأسرة وتعزيز كيانها، وأن تكون الأسرة في إطار من القيم والتشريعات الوطنية التي تؤكد على الانتماء للوطن. البحرين حققت في مسيرتها في تعزيز حقوق الإنسان الكثير من الإنجازات، صحيح. بعضها طبعا على المستوى الوطني. اليوم احنا ننعم بإحدى أفضل المنظومات العربية في مجال حقوق الإنسان، سواء على صعيد المؤسسات أو على صعيد التشريعات. نعم. وكذلك على المستوى الدولي، على المستوى الدولي البحرين حققت ثقة العالم أو تأكدت ثقة العالم في البحرين بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث دورات في المجلس، بعضويتها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وقدمت استعراضها الدوري الشامل العام الماضي كذلك بنجاح كبير. وهو ما يؤكد على أن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين يعني تخطو خطوات متفردة وتحقق الريادة في الكثير من الجوانب، ليس فقط على مستوى الأسرة، ولكن على مستوى المنظومة العربية أو الدولية لحقوق الإنسان.